الحلقة 13. إن الله شديد العقاب. الله رحيم بعباده وكذلك شديد العقاب. انتبه أن تتفكر في رحمته فقط، فجميل أن نوازن حياتنا بين الرحمة والشدة، فساعة نخاف ونتفكر في عذابه الشديد فنسأل الله أن يجيرنا من هذا العذاب، وساعة نتفكر في توزيعه للأرزاق وفي رحمته بالعباد. رحمة الله لا تأتي إلى الشخص الذي يتفاخر ويصر على المعصية، وإنما تأتي للمشفق الخائف. وردت آية إن الله شديد العقاب في القرآن الكريم 17 مرة، وهذا يدل على أهمية الآية، وألا نستهين بعذاب الله تعالى، وألا نتفكر في رحمته فقط. هناك معادلة بسيطة يمكننا أن نحسب بها عدد الذنوب البسيطة اليومية. لو افترضنا أن وصلنا إلى عمر 25 وكل يوم عصينا الله بذنب واحد فقط، لنقل ذنبا واحدا في كل يوم، سواء أسأت إلى صديق أم أخرت موعد صلاة أم أغضبت والديك، عندها يكون لدينا كيف سنقابل الله تعالى الذي هو شديد العقاب بهذه الذنوب الكثيرة. هذا إذا كان هناك فقط ذنب واحد يوميا، فكيف إذا كان هناك ذنبين، أي 216,000؟ فكيف إذا عصيت الله 3 مرات، 4، 5، 6، وعلى هذا المنوال؟ كل قول مكتوب في كتابك، وأيضا كل فعل موجود في كتابك، ويجب ألا ننسى الملك الذي يسجل أعمالنا كلها. كيف سنقابل الله في هذه الحالة؟ لابد أن نستغفر ونمحي هذه الذنوب بقدر ما نستطيع. هذه الآية نقرأها كل أسبوع، ولكن هذه المرة أريدك أن تعطيها تركيزا أكبر. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعطانا الله البصر والسمع ونعمة الألباب، العقول، وكل النعم التي حولنا، ونحن نقدم له في النهاية هذه الصحيفة المليئة بالذنوب. ماذا سنقول لربنا وقت الحساب؟ وأختم حلقة اليوم بآية عظيمة من كتاب الله، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. انتظرونا في حلقة جديدة من خواطر رمضانية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.